حسابات سريعة يا جماعة لتكريب الأسياخ أو تكريب الأسياخ في الأعمدة. ببساطة كده يا جماعة، التكريب بتاعنا بنلتزم بنسبة دايما واحد أفقي لستة رأسي، ودايما التكريب بيكون في منطقة الكمرة لو أنا شغال سوليد سلاب، وبيكون في منطقة البلاطة لو أنا شغال فلات سلاب. يعني يا جماعة كل 10 سنتي أفقي في التكريب هحتاج لهم 60 سنتي أكربهم فيهم. لو أنا هعمل تكريب لحديد عمود 10 سنتي فقط، محتاج تكون الكمرة اللي هكرب فيها دي يا جماعة سمكها 60 سنتي. طب لو سمكها أقل من كده أو التكريب بقى كان صعب عليا، هوقف أسياخ العمود لحد ظهر السقف، وهبدأ العمود الجديد يا جماعة أعمل تداخل الأسياخ بتاعته مع العمود القديم مسافة ما تقلش عن مرة وتلت طول التماسك، أو 1.3×65 فاي أو متر ونص أيهما أكبر. حسابات سريعة لطول أشار الأعمدة في القاعدة المسلحة وفوق القاعدة. دايما فوق القاعدة مفيش اختلاف، قلنا هناخدها 65 فاي، هننسى قصة ال 40 فاي على اعتبار ان العمود ده ممكن يتعرض لأحمال أفقية زي زلازل، زي أحمال رياح تصنع على هذا العمود عزوم. اذا وصلات الضغط ال 40 فاي هننساها تماما، يبقى وصلة الأشاير او طول الأشاير فوق القاعدة يا جماعة هيبقى دايما 65 فاي او 65 القطر. طيب طول أشاير الأعمدة داخل القاعدة يا جماعة، ببساطة كده طول أشاير الأعمدة داخل القاعدة إما إنها تكون 65 فاي معايا، أو سمك القاعدة زائد 30 سنتي الرجل اللي احنا بنعملها لإشارة العمود. أشوف القيمة الأكبر فين يا جماعة، هحسب الأول 65 فاي، أشوف القيمة دي طلعت معايا مثلا متر، هحسب كمان مرة تانية سمك القاعدة زائد 30 سنتي، أشوف القيمة التانية. الأكبر فيهم يا جماعة هو اللي هنستخدمه لطول الإشارة داخل القاعدة. نوه يا جماعة ان اشار الاعمدة لازم تنتهي بزاوية او برجل داخل او قاعد. طول الرجل دي يا جماعة ما يقلش عن 30 سنتي. الحاجة التانية يا جماعة ان هي يكون افضل اتجاه ليها انها تكون للخارج وليست للداخل. نهاية الفيديو، اتمنى يكون قدرنا نوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكرا.